التدخل ديال السفاره ديال المغرب راه تخلط تبارك الله، راه الكامي ديال السيد راه حيدوه. داكشي اللي كيقول السفير راه صحيح، شوفوه على قد بعينيكم، وما كاين لا سفير لا سطاح النص لهم يحزنون. راه مجموعه ديال السائقين اللي تجمعوا هنا بغاو يشوفوا الحل باش يخرجوا هذا الكامي هذا، وداكشي ديك الهرطقه كامله اللي كتسمعوا، داك الجمعيه ديال البوغاز وداك الكذوب وداكشي راه ما منه. وتقول احنا دابا بينا نجرو الكاميو هنا، بينا نحيدوه، وكيطلبوا لنا مول تراكس 7000 درهم مغربيه، وملي جا مول تراكس كاع حنا درنا معاه الثمن وبينا نخلصوا ليه كاع باش يجبدوا، وملي جا لقى المشكل لقى القرطاس وداك التخربيق هو يتراجع، خاف ومشى. باش ما يكتب عليكم شي واحد يقول لكم راه القنصليه تدخلات ولا صيفطات شي مساعده ولا شي حاجه، راه هذا الشيء راه غير كذوب. الى حد الان دابا ما كاين حتى شي تدخل، ما عند شي سفير ولا هما يحزنوا. هذا الشيء راه باقي كما كتشوفوه، السيد الكاميون ديالو كاع تخشف، داك الشيء اللي فيه تسرق، حتى حاجه ما بقاتش فيه. المهم راه نتوما كتشوفوه على عينيكم، باقي يقول شي واحد شي جمعيه ولا شي بوغاز ولا الغازي ولا شي حاجه ولا شي كذوب، هذا الشيء راه ما منوش. الله يرحم الوالدين، ما تيقوا شي واحد، راه ما كاين لا جمعيه لا هما يحزنوا، راه باقي غير الشواف المغاربه المهنيين هما اللي باقي كيجريو على هذا الشيء، راه هما مساكن كيقلبوا يديروا شي حل لهذا الشيء. ها انتم اش كتشوفوا على عينيكم؟ ها